بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا اللقاء الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب المواقيت، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ينام كما ينام البشر، ويغلبه النوم عليه الصلاة والسلام، وقد حصل هذا له مع أصحابه في بعض أسفاره، أنهم ناموا من آخر الليل ولم يوقظهم إلا حر الشمس، ثم أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، ثم توضأوا في ذلك المكان الذي انتقلوا إليه، توضأوا ثم صلوا راتبة الفجر ركعتين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام للصلاة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في ضحى بعدما ارتفعت الشمس. هذا دليل على سماحة هذا الدين، وأن المسلم إذا أدركه النوم حتى خرج الوقت فإنه يصليها إذا استيقظ، كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما فعل يصليها على صفتها، يجهر فيها بالقراءة، ويصلي قبلها ركعتي الفجر النافلة، وأن هذا مما يسره الله للمسلمين ولم يجعل عليهم الحرج في ذلك. نعم. وعن جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نعم. الأحزاب يعني الكفرة الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبائل، وجاءوا وحاصروا المدينة يريدون الانتقام من الصحابة رضي الله عنهم، يريدون أن يحتلوا المدينة
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه خندقوا حول المدينة خندقا منع المشركين من أن يقتحموا الخندق إلى المدينة، ونفع الله بهذا الخندق. ولكنهم شغلوا المسلمين عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ثم لما غربت الشمس توضأوا وصلوها بعد غروب الشمس. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يتمكن من الصلاة في وقتها لشاغل شغله عنها، يعني رغما عليه بغير اختياره، أنه يصليها إذا تخلص من هذا الشاغل ولو خرج وقتها. وعن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، هذا حصل في غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، وهي في السنة الثالثة من الهجرة. تحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يريدون احتلال المدينة، ولكن الله منعهم من ذلك بسبب الخندق الذي حفروه حولها. لكنهم شغلوا المسلمين عن الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر حتى جاء الليل، ثم إن الله كف المشركين عنهم وكفاهم القتال فلم يقاتلوا المسلمين، وكفى الله المسلمين القتال، فأرسل عليهم ريحا حصبتهم وكفأت قدورهم، وألقى الله في قلوبهم الرعب فقفلوا راجعين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم، الذين أعانوهم من وخانوا معهم، وهم اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، والمراد بهم هنا بنو قريظة، خانوا مع المشركين وانضموا إليهم من داخل المدينة. ثم إنهم خيب الله ظنهم ورد المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا، ثم تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصونهم حتى نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وانتهت القضية بانتصار المسلمين وخذلان الكفار وخذلان اليهود والحمد لله. لكن بعد شدة المحنة وشدة الضيق على المسلمين جاء الله بالفرج ونصر الله المسلمين عليهم نصرا مؤزرا. وحينئذ الشاهد منه أنهم أخروا صلاة الظهر وصلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، ودخلوا في الليل، فصلوا الصلوات قضاء، صلوا الظهر وصلوا العصر ثم صلوا المغرب
بعدما غربت الشمس، وهذا قبل نزول صلاة الخوف في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. يعني لم يصلوا صلاة الخوف لأنها لم تشرع بعد، ولما شرعت صلاة الخوف صاروا يصلونها سواء كانوا مواجهين للعدو أو كانوا يخافون من مفاجأة العدو لهم، صلونها صلاة الخوف كما وصف الله ذلك. والصلاة الخوف كما قال الإمام أحمد رحمه الله ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة. نعم. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب. نعم، وهذا فيه أن من نسي صلاة، الرسول نسي صلاة العصر، بعدما صلى المغرب سأل الصحابة: هل صلوا العصر؟ قالوا: لا، ما صليناها ولا صليتها، لأن الأحزاب شغلوهم عنها. فصلى العصر بعد غروب الشمس، صلاها بعد غروب الشمس، ثم أعاد صلاة المغرب بعدها من أجل الترتيب. أعاد صلاة المغرب من أجل الترتيب، وهو قد صلاها لكن أعادها لتكون بعد العصر. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعيد الصلاة التي نسيها ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. نعم، هذا من أجل الترتيب. من نسي الصلاة ودخل في الصلاة التي بعدها فإنه يكمل الصلاة التي هو فيها، لكن لا تعتبر فريضة، بل لا بد من الصلاة الأولى في قضاء ثم يصلي الصلاة الحاضرة أداء في وقتها من أجل الترتيب بين الصلاتين. نعم. باب ستر العورة. نعم، ستر العورة يعني في الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ستر العورة. الزينة هي ستر العورة عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فستر العورة مع الإمكان والقدرة على ذلك شرط من شروط صحة الصلاة. فمن صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته فصلاته باطلة، ومن صلاها وهو لا يقدر على ستر عورته فإنها تكون مجزئة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. نعم، الثوب الواحد يعني الإزار، والستر الكامل أن يكون على الإنسان إزار ورداء، لكن إذا لم يكن معه إلا إزار فإنه يصلي به ويستر به عورته، لكن عند الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون من الإزار شيء على عاتقه مع ستر العورة. أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعنه مرفوعا: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم، من صلى في ثوب واحد يعني في ثوب واحد يعني قطعة واحدة وهي الإزار، فليخالف بين طرفيه يعني يلفه على نفسه ولا يجعله مفتوحا لئلا تظهر عورته. نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول تزوج أم سلمة بعد أبي سلمة، لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وكان معها ابنها عمر ابن أبي سلمة ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد لفه على نفسه، فدل على أن المصلي إذا صلى في إزار أنه يلفه على نفسه، أو حتى صلى في إزار ورداء فإنه يلف الرداء يلاقي بين طرفيه ولا يجعله مفتوحا، لأن هذا يدخل في السدل في الصلاة. نعم. وقالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. لك حديث عمر بن أبي سلمة، حديث أم هاني بنت أبي طالب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد، يعني بقطعة واحدة، وقد خالف بين طرفيها ولفها على نفسه. نعم. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة مرفوعا قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص، قال وأحسبه؟ قال في تبان ورداء. نعم. هذا كالحديث السابق أن المصلي إذا صلى في إزار ولفه على أسفله وستر عورته أن هذا يجزي في صلاته، لكن عند الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يجعل منه شيئا على عاتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وتتنوع الملبوسات كما جاء في هذا الحديث. المهم أنه يستر عورته، لأن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكرين لمعالي الشيخ ما تفضل به. هذا يزيد الرئيس، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله.